بعدما هدأت أصوات القذائف والصواريخ، علت أصوات الحفارات وأدوات القياس التي يحملها طلاب الهندسة المعمارية في مدينة بنغازي، وهم يقومون بمسح المباني التي دمرتها الحرب ووضع خطط مهنية لإعادة إعمار منازلهم المدمرة. وبحسب تقارير، فإن الحرب الليبية أدت لخسائر اقتصادية تجاوزت 200 مليار دولار، فيما قدرت تكاليف إعادة إعمار البلاد بنحو 80 مليار دولار. لما يربط الطالب ما تعلمه خلال فترة الدراسة في المعهد أو في الكلية بالواقع العملي، ونحن نشجعوهم على أنهم هم ياخذوا الأفكار نتاعهم ويحاولوا يطبقوهم، بدال ما نحن نتجهوا للخارج ولا نتجهوا ندوروا مثلا ناس من برا، وبالتالي هيك سيصير عندنا تطوير ونطلع ونخرج كوادر عندنا ليبية قادرة على أنها تعمر في البنية التحتية وقادرة على أنها تهتم بما يحتاجه الوطن إن شاء الله. مدينة بنغازي تضررت بشكل كبير بعد 4 سنوات من القتال بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة، لكن هذا لم يؤثر على عزيمة الطلاب في رسم خرائط مستقبلية لمدينتهم بمساعدة أساتذتهم ليتم تسليمها إلى الهيئات المعنية. نحن نتمنى أن الجهات الحكومية تدعم الموضوع هذا وتصبي معنا في القصة هذه، هذه قصة كويسة، هذا شيء ممتاز، هذا شيء يساعد في بناء جيل فاهم، جيل واعي، جيل يبني بلاده بيده، ونحن نحاول أن نبدو هذه بداية ونتمنى أن في غيري يمشي معايا بهذا السياق. منظمو المشروع أعربوا عن أملهم في أن تساعدهم الحكومة الليبية على تحقيق هدفهم من خلال توفير الدعم الكافي لهم كي يستطيعوا البدء في تنفيذه على صعيد بنغازي أولا، ثم الانتقال على مستوى ليبيا دون اللجوء إلى الشركات الأجنبية.